فانت ليه ما بتحبيش لعب مرمى المائي؟ مش لطيفه يعني. اتضايقتي قبل كده لما كسرتي؟ الصراحه اتضايقت. برغم ان فيها فلوس كتير. لا انا بطلت اطلع برامج فيها فلوس كتير وتضايقني. لا ما الكونسبت مش فلوس على قد ما هو ان انت تعمل حاجه مهمه وتوصلها للناس، مش فلوس. لا مش هو ده التارجت بالنسبه لي. لا لا لا. طب ايه التارجت بالنسبه لك لما تطلعي في برنامج؟ يعني تحبي تبقى شكله ازاي؟ يعني انك تتكلم عن حاجه مهمه، انك الناس تشوفك بطريقه غير اللي بتشوفك فيها وانت بتمثل، انها الناس بتبقى مهتمه بيك كانسان، الناس مش عايزه تشوفك بتتهان يعني، فاهم الفكره؟ يعني مثلا ايه اللون اللي انت بتفضليه؟ الهارتوك زي البرامج اللي بتطلع 1 تو 1، ولا بتفضلي برامج اللايت اللطيفه؟ يعني ايه تفتكري بيفيد الفنان اكتر؟ البرامج اللايت مش وحشه، بس يعني بيبقى ليها اطار معين او ستايل معين عشان تبقى لطيفه. مش قادره اقول لك زي ايه بالظبط لاني مش فاكره، بس في حاجات مش عارفه، ممكن اذكر ناس مثلا انا بحب البرامج بتاعتها. طبعا مدام اسعد يونس يعني من احلى البرامج اللي في مصر طبعا. بالنسبه لنا طبعا ات از ذا بيست، بتتكلم عن حاجات كتيره مهمه في حياه الانسان وبتتكلم عن القديم. لا يعني ده تايب برنامج انا احبه مثلا. فايت انا بحبها. طبعا مين ما بيحبش فايته، بتضحكني جدا. طب انت عارفه ان في ناس كتير بتخسر لما بتطلع في برامج؟ يعني ده. في ناس كتير فنانين ممكن يبقوا شطار قوي في التمثيل قدام الكاميرا او في الكلام قدام الكاميرا، لما بيبقوا ممثلين بيطلعوا في برامج بيخسروا كتير من جمهورهم او بيخسروا كتير من زمايلهم. ده حقيقي انا عارفه. في ناس كده. طبعا انا واحده من الناس طلعت في البروجرام مقالب، كانت التعليقات اللي اتقالت سخيفه جدا، انا ما حبيتهاش، وتعليقات مهينه، وانا لو كنت فكرت ارد كانت هتبقى مشكله كبيره قوي، بس انا كبرت لانه دي كانت مره عمرها ما هتتكرر تاني. وبالنسبه للناس اللي بقى ما بتعرفش تمسك لسانها او ما بتتكلم بتتكشف قدام الكاميرات في البرامج، تفتكري ان هم بيخسروا فعلا ان هم بيطلعوا برامج عشان كده المفروض يبعدوا؟ هقول لك حاجه، احنا بني ادمين، فاحنا برضو عندنا دور افعال زي بقيه البشر. ما هي الفكره ان الناس ساعات من كتر ما بتحبك ما بتشوفكش بني ادم عادي، في شويه ناس بيقلغوا الفنان. فلا احنا بني ادمين بننفعل وبنقول وكده، بس طبعا في ليميت للانفعال. يعني كل واحد بقى اللي جواه بيبان في اللحظات دي، هو شبه ايه؟ لسانه طويل فبيبان، لسانه قصير فبيبان كده. انت كنت بتدرسي في الجامعه؟ كنت بدرس في الجامعه. بعد ما اتخرجت على طول، كنت معيده. كنت بتدرسي ايه؟ كنت بدرس حرفيه ممثل. تفتكري ان كان ممكن تفضلي لحد دلوقتي بتدرسي وما كنتيش بقيتي ممثله؟ لا ما قدرتش، 6 اشهر وما قدرتش، لانه كمان انا كنت قريبه من عمر الناس، فكان في حاجات انا مش قادره اعملها يعني. بالعكس المعيده بقى وكده. وبعدين كل واحد عنده مشكله يجي يقولها لي، كل واحد عندها مشكله حاطين امالهم فيها جامد، وانا نفسي انا نفسي عندي مشاكل شويه حتى انا مشاكلي. يعني انت ما كنتيش شايفه انك ممكن تكملي؟ هي حاجه لطيفه بس مش انا عارف، لما تجرب والدكاتره يبقى عندهم شايفين ان انت حد مهم وممكن تقدم حاجه. فانا سمعت كلام الدكتور بتاعي وكملت 6 اشهر، بعدين قلت لهم يا جماعه شكرا جدا، انا القاكم بقى في حته ثانيه.